السلام عليكم اخواتي اخواني، اليوم غنديكم معايا لواحد المحل تاع الشوكولا في هذه المناسبات تاع العيد الباسكوا الايطالياني اللي انا بغيت نشارككم معكم هذا المحل اللي تصنع هذه الانواع الشوكولا. كما تشوفوا انواع رائعه ولذيذه بزاف، لوحات فنيه بالشوكولا اللي انا عجبتني بزاف، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ومن هذا المنبر تنشكر مول المحل اللي عطاني فرصه باش نوصل لكم هذا الفيديو. شكرا ريني، اللي غنقولها ليه بالعربيه غنقولها ليه بالايطاليانو، غراسيا اريني بروبريتاريو دولا فابريكا كي ا كونديفيزو السو شوكولاتو كون نوي، غراسيا ميل. هنا بغيتكم تستمتعوا معايا بهاد الانواع الشوكولا وهاد اللوحات الفنيه في هذا المحل اللي انا عجبني بزاف وتعجب اي واحد تيجي لهنا. شكلات رائعين ومختلفه، كما تشوفون هنايا هاد الاشكال تاع الشوكولا في هاد المناسبه تاع العيد ديالهم الباسكوا، تحتفلوا به هاد المناسبه اللي عندهم هما كبيره، وبهاد هاد لوفو دو باسكوا اللي تيسميوها هما ما تتستغناش عليها طبلة تاع يوم الحفله تاع العيد الباسكوا اللي هو اليوم 4 ابريل في هذا الشهر. عندهم هاد المناسبة تاع العيد، وتتقاسموا مع عائلاتهم بهاد المناسبة بهدايا مع الأصدقاء ومع العائلة بهاد أنواع ديال الشوكولا. وهاد المحل مشهور في هاد المنطقة بصنع هاد الأنواع من الشوكولا في هاد المناسبة، اللي حتى يقدموا له الناس من كل جوانب تاع هاد المدينة باش يجيو ياخذوا من عنده، حتى يبتكر هو في الشكل ديال الشوكولا. دائما تيجيب الجديد دائما. اتمنى تنتم تستمتعوا معايا بهاد اللوحات ديال الشوكولا، لوحات فنيه انا غادا نقولها. الشكل عجبني انا بزاف هذا الكافيتيريا، هذا الكافيه اللي مشهوره به ايطاليا كما تشوفوا هنايا، وبلاطاتسا ديالها تاع هي ديال الشوكولا وبالمعلقه تاع هنايا. وهذا الشكل اللي شفته قبل هنا الشكل رائع، لوحات رائعه. نتمنى هاد المحل عجبكم واستمتعتوا معايا في اللوحات الفنيه بالشوكولا، وغدا نديكم معايا مره اخرى
في المحلات التجارية باش تشوفوا أنواع هاد الشوكولا اللي تحتفلوا بها في هاد العيد. أنا دخلتكم دابا معايا باش تشوفوا هاد الأنواع الشوكولا. هنايا هاد أوفو دو باسكوا جيغانتي، نوع الشوكولا العملاق اللي تتشوفوا رائعة بشكلات صغيرة هنا اللي تتشوفوهم، شكل رائع ولذيذ بزاف. هاد الشكلات اخرين صغار كما تتشوفوا، هذاك الشكل الكبير راه في الايام الحفلة نهار يوم 4 في ابريل تيحلوا هذاك العملاق الشوكولا وتيقسمهم، واللي تيدخل تياكل من هذاك العملاق الشوكولا. نضحككم شويه، هنا كاين انواع واشكال الاشكال الشوكولا. كما قلت لكم هاد الحفله اللي عندهم هما كبيره بزاف ومشهوره بهاد النوع من الشوكولا الاوفو دو باسكوا، اللي خاص ضروري تكون في الطبله اليوم العيد. كما قلت لكم تياكلها كبير وصغير، هدايا الكبير والصغير. هنايا هدايا هنا للصغار كما تتشوفوا انواع، هاد الاشكال عجبوني هنايا كما تتشوفوا. هنايا هدايا تهديهم الام والاخت والاصدقاء، شكل رائع. كما قلت لكم في الاول اشكال فنيه، نتمنى استمتعتم معايا اليوم بهذا الفيديو وبهاد الاشكال الفنيه تاع الشوكولا بهاد المناسبه العيد الباسكوا. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لي جيم، و تنشكركم على التعاليق الزوينين اللي تيوصلوني دائما. هنا لوحات فنية، هنا هادو ما نقدرش ناكلهم، خصني غير نبقى نشوف فيهم. لوحات رائعة ونتمنى استمتعتوا في هذا الفيديو، ومرحبا بتعليقاتكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.